برنامج ليا لوحدي. ماشي. برنامج على المهنة. ما بظهرش مع الأفراد. مع العامة ولا العامة والغواء. أستاذ أحمد إسماعيل. بالنسبة لموضوع لجنة حقوق الإنسان بعد القرار بتاع المستشار باستلام النقابة، إيه اللي حدث؟ هو قرار المستشار اصلا. احنا حقوق الانسان مالناش دعوه بالنقابه اساسا، احنا بس واخدين اوضه من النقابه، احنا ما ناخدش دعم من النقابه، مالناش دعوه باي حاجه. احنا لجنه مستقله بذاتها. احنا كون ان عضو مجلس النقابه كان معانا في مقرر اللجنه، هو احنا بس ده برستيج بس، انما هو زيه محامي زينا زيه زي اي حد. وبعدين معلش انا اسف، يعني هو المستشار ولا رئيس المحكمة الاستئناف لازم يساندنا، يقف معانا. احنا عندنا ملفات فساد مفتوحة، عندنا بلاغات مقدمينها كتير، عندنا ناس بتيجي هنا اللجنة، عندنا ناس بتيجي تشتكي. كل دول هنروح بيهم فين احنا؟ يعني نقدر نقول عمل اللجنة مستمر؟ ان شاء الله يبقى مستمر لحين ما يجي رئيس محكمة الاستئناف، نتكلم معاه ونشوف الموضوع ده ان شاء الله. كان حصل النهارده في يعني بعض الموظفين او عايزين يقفلوا يعني مكتب اللجنة. ده دي بس ده نظام بس، حركات ومضايقات بس. من لكن عمل اللجنه مستمر؟ لكن عمل اللجنه مستمر ان شاء الله باذن الله. طب الاستاذ ممدوح موجود والله، ممكن نعمل معاه؟ استاذ ممدوح دلوقتي في تحقيق بره. طب برضه بيختص بعمل النقابه. بعمل لجنه حقوق الانسان في النقابه. صرف النظر عن كونه عضو مجلس نقابه او لا، بس يعني مازال هو مقرر اللجنه. مازال مقرر اللجنه. تمام. ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ. الله يخليك يا باشا. الله يخليك.